لأننا عودناكم على القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو المنهج الذي نسير عليه. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله ترك فينا كتاب الله والعترة. الآية التي نحن بصددها هي من سورة الأنبياء، إن الله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا معناه أنه القرآن الكريم، إذا كنت لا تعرف القرآن الكريم، هنالك أهل القرآن الكريم الذين يعرفونه، فنذهب ونسأل هؤلاء عن القرآن الكريم. الصحيح أن ما ورد في رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبوب محمد بن يعقوب الكليني باب كامل في هذه الآية، أن الذكر هم محمد صلى الله عليه وآله، وأن أهل الذكر هم أهل محمد صلى الله عليه وآله. الله قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. ليش؟ لأنه سابقا كانوا يقولون: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ الله تبارك وتعالى كان يقول لهم أن الذين أرسلوا سابقا والآن الذين يرسلون هذا بشر مثلكم. فالأنبياء الذين أرسلوا كلهم بشر، ومحمد صلى الله عليه وآله بشر في قبال، انتبهوا جيدا، في قبال أنهم أرادوا إرسال ملك أو أرادوا شيء غير بشري. لماذا أخوتي؟ طبيعة البشر طاغي، طبيعة البشر عنده حب أنا، طبعا إلا من رحم ربي، تتساوى عنده حلاوة في حلاوة الإيمان، يتساوى عنده المر والحلو، كله في طاعة الله تبارك وتعالى. تركت الخلق طرا في هواك، هذا عند محمد وآل محمد ومن سار على مسيرتهم. فهم ماذا قالوا؟ قالوا: كيف إنه الله تبارك وتعالى يرسل بشرا؟ طب ماذا تريدون؟ احنا نريد شيء أعلى، حتى لأن دائما الصنمية ودائما الطغاة يصنعها هؤلاء، يحبون أن يروا شيء هم يتخيلونه. ولا كيف بشر من أمثالهم وعنده هذا الارتباط الإلهي؟ فالله تبارك وتعالى قال لهم: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله والأنبياء هم عبارة عن بشر. فرأي يقول أنه فاسألوا أهل الذكر. يا بشر الذكر؟ قالوا أنه اسألوا أهل الذكر، أن الأنبياء الذين بعثوا سابقا كلهم كانوا بشر، والآن الذي بعث لكم أيضا هو بشر، فلماذا لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله؟ وهذا الكلام هو غير ناهض. لماذا؟ لأنه هم سابقا آمنوا بالأنبياء. الجواب: لا، لم يؤمنوا بالأنبياء، بالذات أنه النصارى ما كانوا يؤمنون على أن عيسى عليه السلام نبيا. فشلون أهل سنة الجماعة يقولون فاسألوا أهل الذكر، بمعنى اسألوا اليهود والنصارى عن الحق الذي عند اليهود والنصارى؟ يعني في واحد كذاب كاذب آثم لا يؤمن بك، تقول له اعطيني الحق الذي أنا أقول به، هو أساسا لا يؤمن بك ولذلك لا يعطيك الحق. فماذا يقول؟ يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بمعنى اسألوا أهل القرآن، لأن القرآن الكريم الله قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
اسألوا أهل القرآن، فالذكر هو القرآن وهو محمد صلى الله عليه وآله. في رواية أهل البيت أن الذكر هو محمد صلى الله عليه وآله. قد تقول لي أنه الذكر هو القرآن الكريم، أقول لك نعم، محمد صلى الله عليه وآله عبارة عن قرآن، ولذلك النبي ذكي صلى الله عليه وآله. ماذا قال؟ قال بين ظهرانيكم القرآن الصامت، وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام القرآن الناطق. فعبر عن محمد وآل محمد أنهم القرآن. لكن أنا سأمشي مع الأخوة أنه أهل الذكر بمعنى أهل القرآن الكريم، وهنا أسأل الأسئلة التي أحرك فيها العقول. بالنسبة للشيعة الذكر هو محمد، وأهل الذكر هم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللي هم علي وفاطمة والحسن والحسين وأولاد الحسين عليه السلام. ونحن ننام على وسادة عالية، والإمام عليه السلام أحكم لنا الآيات وبين لنا هذا الأمر. بالنسبة للطرف الآخر المخالف، طرف اللي ما له ارتباط بالقرآن الكريم أبدا، ما عندهم علاقة بالقرآن الكريم، تقول له ما معنى فاسألوا أهل الذكر؟ الذكر إما الأديان السابقة وإما القرآن، صح؟ إما الأديان السابقة وإما القرآن الكريم. فلما أنا أسأل أهل الذكر بمعنى هنالك أناس عندهم القرآن الكريم وأنا أسألهم عن هذا القرآن الكريم فيجيبوا بالصحيح، صح؟ ما تحتاج اسألوا أهل الذكر بمعنى في ذكر وفي أهل الذكر، ولما نحتاج أنا أسأل هؤلاء فيجيبوني بالصحيح. طيب يصير أهل الذكر هم ما يعرفون الذكر؟ لا. لماذا؟ يستلزم أن الله تبارك وتعالى أحالنا إلى عاجز، هو ما يصلح نفسه. الله يقول مثلا الآن أسئلة امتحانية، قلنا لك حل هذه الأسئلة، طيب من اللي يعرف الحلها؟ المدرس الذي يدرسنا. المدرس ما يعرف شو نسوي؟ احنا طلاب ما نعرف والمدرس ما يعرف شو نسوي؟ نروح للوزارة نقول لهم أخي يا وزارة يا من وضع الأسئلة، إذا هو المدرس ما يعرف شلون تكلفني أنا أحل الأسئلة بالمنطق؟ طيب الله تبارك وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر، مفروض ذكر ومفروض أهل الذكر حتى أسألهم سؤال. ذول أهل الذكر صبح وليل، لو صبح أهل الذكر وبالليل ينسون ويتركون الذكر ويروحون بالطريق الأعواج. الجواب بما أنه هؤلاء أهل الذكر إذن يعرفون كل الذكر. طيب هذا الذكر شامل ولا ناقص؟ لابد أن يكون شامل. فيه شيء أعوج؟ لا، وإلا الله يقول فاسألوا أهل الأعوج. إذن أهل الذكر الكل، كل الذكر كله صحيح، ويوجد أناس كلهم صحيح يحملون هذه الصحة، فأنا أغرف من هذا المعين، أغرف من هذا المي الزلال الرائق. من هؤلاء؟ أنا أقول إنهم محمد وآل محمد، غلط، أنا غلط وأنتم صح. اعطونا أهل الذكر بحيث من أسأل فلان يأخذ من الذكر ويعرف الذكر ويسير على الذكر ويعطيني جواب. ما معقول عندي أسئلة وأريد أحلها والمدرس مالتي ما يعرف واللي فوقه ما يعرف واللي فوقه ما يعرف، طيب شو نسوي؟ فالسؤال لكم يا أيها العقلاء، من وخلي ببالك راح ألزمك أنه أهل الذكر، لأن القرآن لا يأتي الباطل معصوم، فأهل المعصوم يعني معصوم لأنه هو يحمل القرآن كاملا، مين هو؟ كلهم سيهربون. ورب الكعبة لو أنا على دينكم ما أبقى دقيقة واحدة،
لأن لا علاقة لكم بالقرآن الكريم ورب الكعبة. ورب الكعبة أنت زنديق، لا علاقة لك بالإسلام. ورب الكعبة أنتم على باطل، ورب الكعبة أنتم زنديق، لا سمعتم علاقة أخواني؟ لك بالكتاب ولا بالسنة. سمعتم يا أخواني مقابلتنا؟ والله الذي لا إله غيرك أنت جبان هارب. لماذا لا تسمح لي بالتكلم؟ فضل لماذا لا تسمح لي؟ عندي ملاحظات ثلاث. طيب لماذا تخاف مني يا اخونا الحبيب؟ اخونا الحبيب تحمل. لا لا لا, 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 لا 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 انا لست باخوك الحبيب. أخو... انا عدوك اللدود. الله انا أكبر. عدوك الله اللدود أكبر. الله انت زنديق كافر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صبرا على قضائك يا ربي. هذه امه ممكن ان نصل سويه الى الحق والحقيقه. تقول له اخي أنا عندي قرآن كريم، هذا كتاب الله تبارك وتعالى بيننا وبينكم يا أخوان، هذا كتاب الله. الله قال فاسألوا أهل الذكر، هذا الذكر. قالوا السلام عليكم. عليكم السلام. لحظة أخونا معاوي، هذا الذكر مفروض في واحد يفهم هذا القرآن أسئلة وما يفهم. لما أقول أهل الذكر، هو هنا في هذه الورقة من أهل الذكر، في الورقة الثانية ما يفهم، في الورقة الثالثة يفهم. هذه طلعت كلمات متقاطعة، هذا مو أهل الذكر. مفروض أهل الذكر يفهم القرآن الكريم. من هذا؟ تفضل أخونا معاوية. يا أخونا أبو عبد الملك أنت طول بالك ويانا، أنا أدري أنه الكلام يوجع. صار لي نص ساعة أنتظر أنتظر. ما يخالف بس أنت كلام الحق يوجعكم أنا أعرف، لأنه أنت على مدى. لماذا تسمح للسافهين بس لحظة يا حبيبي يا حبيبي حبيبي الكذابين. والله انا كنت سني وتشيعت. يا دعك من هذا الكذب يا رجل، انتم كذبة. من الذي يتحول من دين التوحيد الى دين الشرك؟ من الذي يتحول من دين الطهارة الى دين الدعارة؟ اعوذ بالله من غضب الله. تفضل اخونا معايا. اعوذ بالله من غضب الله. السلام عليكم. اعوذ بالله من غضب الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا استاذ وعد؟ حياك الله. اولا بحييكم وبحيي الشيخ ابو عبد الملك. هذا السجال استاذ وعد، ما عليه السجال. اي سجال ما مشكله. تفضل. انا الله تبارك وتعالى زرع فينا التحمل والصبر، لانه في كل دقيقه وفي كل ثانيه نتحمل، هذا يقرب الى الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يسجل هذه الأمور لنا يوم نلقاه. تفضل أخون. ألو. تفضل. أولا بالنسبة للآية اللي جبتها أستاذ وعد، هي الآية يعني نزلت بأنه نسأل أهل الكتاب اللي قبلنا، أن يعني نسأل أهل الذكر أن أهل الكتاب اللي قبلنا، أنه هل رسول الله ملاك أم رسول بشر؟ ليش هو هاي من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انا باخذ قول عبر الامه من فم سيدنا النبي. طيب احنا حتى احنا نريد نعرف انه النبي بشر ولا مش بشر، فشو نسوي؟ نروح نسال اليهود نقول لهم ما تاخذون هذا الرجل تفحصوننا يا بشر ولا مو بشر؟ فاذا قالوا بشر نصدق النبي. لا 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 استاذ وعد، لا 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 تدلف على ثاني. اسكت خلي اتكلم. شفتوا يا اخواني آية الله منزلها، شو نسوي؟ نروح لأهل الذكر نقولهم انه هذا نبي بشر ولا مو بشر؟ طيب ما هو معانا واحنا نسميه صادق الامين وكان معنا ونعرفه ونعرف أعمامه ونعرف عائلته ونعرف عشيرته. معقولة فكركم وصل إلى هذا الحد أخونا معاوية؟ تفضل يا أستاذ وعد. أنت بتاخذ قول حبر الأمة رضي الله عنه وعن أبيه، ولا بتاخذ قول الكوريني بعد 400 سنة؟ اقرأنا بالله هذا الرجل الذي اقرأنا بالله في وفي أولاده. اقرأنا بالله. اقرأنا قول أول احنا ناخذ قول الأئمة لأنهم ينقلون عن جدهم، وأما قول ابن عباس بل أقرأنا يا تفضل قول ابن عباس، وأنا ناقشك في قول ابن عباس. تفضل. أنا قرأته عدة مرات، أنا ما لي فتح كتب، أنا قريانه كتير. شو الكتاب اللي اسمه شو يقول؟
بيقول انه اهل الذكر سالوا اهل الذكر ان اهل الكتاب من قبلنا وهم من اسلموا. شو نسالهم؟ يعني يا استاذ وعد بدي اسالك سؤال. لا سيدنا النبي قبل لا تسالنا لحظه وليش. الان موجودين الان في اليهود موجودين، شو اسالهم؟ شو اقولهم؟ اسالهم هل كان موسى نبي ام ملاك؟ واسال النصارى هل عيسى كان ملاك؟ طيب لحظة حتى أنا الآن مسلم صحابي وإلى قرب النبي صلى الله عليه وآله، أترك النبي أسئله ولا أروح ولا أذهب لليهود، أيهما أولى بالسؤال؟ هل كان عند العرب كتاب قبل سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه؟ يا أخي اسمع أنت قلت أنه نسأل اليهود أنه الأنبياء السابقين بشر ولا مو بشر؟ أنا أمام النبي صلى الله عليه وآله، أيهما أولى؟ أنا أسأل النبي صلى الله عليه وآله وهو الصادق ولا أذهب أسأل إلى هؤلاء اليهود؟ كلام اليهود عن أنبيائهم تصديق إلى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لحظة الآن سألنا اليهود حتى ماذا؟ حتى نصدق النبي صلى الله عليه وأنه صادق، أنه صادق، أنه بشر، صح؟ نعم أنه بشر، هو صادق، أما بشر أم ملاك هنا الاختلاف. لا، إحنا الصحابة الذين آمنا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله بشر ولا ما نراه بشر؟ ليس الصحابة، المشركين يا أستاذ وعد، المشركون في زمن النبي. لحظة، المشركون في زمن النبي عرضوا على النبي صلى الله عليه وآله أنه لو أردت أن تكون أفضلنا، ولو أردت أن تكون سيد علينا، ولو أردت، عندما قال لهم والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري وما أعرف إيش هذا اللي تذكرونها أنتم. طيب هؤلاء عندما عرضوا عليه أن يكون هو سيد وأكثرهم مال، عرضوا على ملك لو عرضوا على بشر؟ عندما عرضوا كان عرض هؤلاء على البشر ولا على الملك؟ هذه فيها من المشركين قريش، ليس كلهم. شوف اللف والدوران يا أخوان، الآن قمنا نسوي فئات. لا ما هو لف والدوران، أنت عم تسألنا نحن عم جاوبك لأنك أنت لا. لحظة هذه فئة إذا هذه الفئة كانت تصدق أن النبي صلى الله عليه وآله بشر، صح؟ هذه الفئة عرضوا على أبو طالب قالوا اذهب إلى ابن أخيك. القصد أنهم يضعون النبي صلى الله عليه وآله يقولون له تريد أن تكون أكثرنا مالا فعنا، سيد علينا فعنا. هؤلاء الذين عرضوا هم سادة قريش، صح؟ الذين يقودون الأمة، صح؟ لماذا أبو طالب ذهب إلى النبي ينقل؟ لك بابا الآن اتركنا من أبو طالب، هاي شلون بلوى يا ربي؟ أنت مو قلت إنه هؤلاء عرضوا على النبي هؤلاء فئة؟ هل هذه الفئة كانوا سادة قريش؟ يعني هم علية القوم اللي قالوا لهم لما تكون رئيس علينا، يعني رئيس على الجميع. هل كلامي صحيح ولا خطأ؟ لا خطأ، هذا امتحان، هذا عم يجربوا النبي هل هو نبي أم ليس نبي. يا أخوان ما في واحد يتكلم ويانا بمنطق القرآن الكريم بمنطق العقل. يعني معقولة وصلتم إلى هالدرجة هذه إخواني؟ معقولة معاوية وصلتم إلى هالدرجة؟ ما فيكم رجل يستطيع أن يكون مع القرآن الكريم؟ يا أخواني شوفوا أخواني، الآن لو فتحنا أي تفسير من التفاسير، مثلا عندما نفتح تفسير القرطبي وتفسير البغوي وتفسير الطبري، يقول ثبت أن الرسل بالتواتر كانوا بشر،
صح، لأن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قال هذا الكلام. بعد ذلك قال فاسألوا أهل الذكر، سؤال أخونا معاوية، سؤال، فاسألوا أهل الذكر، ما المقصود بالذكر هنا؟ الكتب السابقة، الكتب التي أنزلت على الأنبياء. أحسن. يعني يا أستاذ زوان، بس لحظة لحظة، بس لحظة لحظة، خلينا نكون واقعيين لحظة. الآن الكتب السابقة، هل الكتب السابقة المحرفة ولا الصحيحة؟ الكتب التي ما محرفوها يبقى سيدنا موسى أو نبي. لا بس لا، حرفوا بالتعاليم. جاوبني، لا واحدة 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 واحدة، الكتب السابقة اللي موجودة عندهم محرفة ولا صحيحة؟ طبعا محرفة، محرفة، أن فيها من الحق. هدو هدو، فيها من الحق. لحظة، شلون هذه الكتب محرفة والله يقول اذهبوا بمن آمن وبدل الدين وحرف الكتب واخذوا منهم الصحيح؟ اخواني، كذاب، كاذب، آثم، غادر، كذاب. وبعد ذلك اقول ياتي انسان يقول اذا اردت الحقيقة والصدق فاذهب الى الكذاب لتأخذ منه الصدق، شلون ترى هذا؟ إذا أردت الأمانة، أنا الآن أبعثك، إذا أردت أن تستأمن إنسان، أن تستأمن إنسانا وأن يحفظ مالك، فاذهب وأودعه عند الحرامي اللي يسرق الكحلة من العين. عقال أنتم؟ في عندكم عقل؟ يعني أنا أذهب إلى اليهود حتى أثبت مصداقية نبي محمد صلى الله عليه وآله؟ هل هذا الكلام معقول أخونا؟ كان ولد. نعم، يعني علي كان ولد، يعني أقول أهل البيت، أهل البيت كانوا موجودين يعني؟ طيب ساري ساري لحظة أخونا، ساري تفضل أخونا.